تمام. يعني عايزة تخليها واسعة كده براحتك، بس أنا ما بحبهاش واسعة، فهقول 1 2 3 4 5، وهدخل هنا وزي ما قلتلك عايزاها تخليها 6 بتلات براحتك، عايزاها 5 براحتك. النعمة يا إما ديفا يا إما تجيبي فوريفر، خلاص دي خيوط النعمة. هشتغل أنا هنا هعمل 5 بتلات، فهعمل 15 غرزة حشو. 1 2 3 4 5، ستة، خمسة، 5 لفات، 5 لفات، 6 7 8، وعليكم السلام حبيبتي، يا أهلا يا أهلا، 9 10، العفو يا روحي، 11 12 13، ووظفيهم 14، تعيشي يا قلبي دودو تعيشي. وظفوهم يعني ايه؟ يعني حاولي تفرضيهم ان هم يساعوا ال 15، ضيقة واسعة، حاولي ان هم يساعوا ال 15 غرزة حشو. حلو الكلام كده، حلوين؟ ها؟ كله اشتغل زي؟ ها؟ وبعدين خلصت غرز الحشو، هاجي هقفل عند اول غرزة كده بغرزة منزلقة. وبعدين هطلع سلسلة 2 3، تعيشي يا قلب دودو، 4، وعليكم السلام احلى بيري، يلا يا بيري يا حبيبة قلبي. انا عملت 5 لفات او 4 زي ما تحبي، واشتغلت عليهم 15 غرزة حشو، تمام. يلا على مهلكوا خالص، انا معاكم. يلا حلوين، ها نشتغل نكمل. تعيشي يا روحي تعيشي يا اختي، ان شاء الله العمر كله يا احلى ناهدة يا قمرة، يا اختي ان شاء الله، ده انت في عمر الشباب، ربنا يديك الصح. لا مش قليل، حسب ايدك، وعليكم السلام حبيبة قلبي، مش قليل اهو، انا وظفتهم اهو 15. مساء الفل عليك يا احلى فايزة، نورتي جروب الواتس يا حبيبتي، نورتيني. اهلا اهلا يا امونه حبيبتي، يلا. طيب بصوا بقى احنا عملنا ايه، عملنا 4 لفات، يلا حلوين، 4 لفات، واشتغلنا عليهم 15 غرزه حشو. تعيشي يا احلى فايزه حبيبتي، منوراني والله. بصوا احلى حاجه في جروب الواتس اللي احنا لا بنتكلم في حاجه، شغلنا بس بنحطه هناك، عايزين نسال بعض، عايزين اي حاجه، ده فكرة جروب الواتس. يلا خلاص، انا عملت 15 غرزة حشو، طلعت 4 سلاسل ارتفاع، وبعدين هسيب 1 2 في الثالثة، هدخل وهعمل غرزة منزلقة. بصي يا بيري، بصي بلف على صباعي لفة 2 3 4، خلاص، وادخل بالابرة اسحب واعمل غرز حشو، 15 غرزة حشو. يلا انا بالراحه اخلص معاكم اهو. سينو حبيب قلبي دودو، ان شاء الله دايما اطمن عليك يا حبيبتي، عايزه اشوفك على طول كده اطمن عليك، بس احلى سينو، صباح الورد، احلى سينو دي ولا ايه؟ يلا ها انا مستنياكم يا جماعه، براحتكم خالص، يلا عشان نلحق، يلا انا مستنياكم اعملوا وياي، ما انا شغلتي ان انتوا تعملوا وياي، بس يلا عشان نلحق نشتغل كام وردايه.
ايوه على 4 لفات، هي تعتبر زي دايره سحريه. يلا علشان نعمل كام ورده، ان شاء الله هعمل معاكم كام ورديه. يلا احلى صباح عليكي يا قلبي دودو، انا مستنياكم اهو، كلكم قولوا لي يلا، اول ما تقولوا يلا يلا. ليه يا روحي؟ صباح الفل من العراق، بلد التانية، والله العظيم بلد التانية. أنا نفسي آجي بلدكم إن شاء الله في يوم من الأيام، هاجي في يوم من الأيام، هاجي أشوف البلد اللي فيها الفنانات الكتير دي إيه. يلا حلوين خلاص، ها أنا مستنياكم أهو. يلا وبعدين قفلنا، أنا أهو هرجع تاني من البداية أهو. عملت 15، طيب انا ليه عملت 15؟ علشان هعمل 5 بتلات، 5 بتلات. تعيشي يا قلبي دودو، احلى خديجه، تعيشوا حبايبي تعيشوا. بصوا هقول لك كام غرزه حشو. انا هنا عملت اللفات، حبايبي من العراق، حبايب قلبي. بصوا انا عايزه اعمل 5 بتلات فهعمل 15 غرزه حشو، عايزه اعمل 6 بتلات هعمل 18 غرزه حشو. انا هنا هعمل 5 ورقات فعملت 15 غرزة حشو. هاجي عند البداية وهعمل غرزة منزلق. حنونة أحلى صباح عليك يا قمرة، يلا هعمل دي، الحمد لله في نعمة، شرف وجود حنونة حبيبة قلبي دودو. صباح الفل عليكم جميعا، وصباح الورد عليكم جميعا. يلا سلسلة 2 3 4، هسيب 1 2 في التالتة، هدخل هعمل منزلقة. تعيشي يا احلى حنان حبيبتي، يلا يا روحي. شكرا يا مصطفى، تعيشي يا روحي. 1، اهلا اهلا ام موسى حبيبه قلبي. 2 3 4، هسيب 1 2 في الثالثه، هدخل وهعمل منزلقه. يلا حلوين عشان نلحق نخلص كام ورده. 1 2 3 4، هسيب 1 2 في الثالثه، هدخل وهعمل غرزه منزلقه. يلا 1 2 3 4، هسيب 1 2 في التالتة، هدخل وهعمل غرزة منزلقة. تمام يلا 1 2 3 4 سلاسل اهو، 1 2 3 4 دي ايه؟ الخمسة. هقول 1 2 في التالتة عملت ايه؟ منزلقة. شايفة بقى انا عدد السلاسل مظبوط ازاي؟ اتحكمت في عدد الورق من عدد غرز الايه؟ الحشو. حلو الكلام يا حلوين؟ يبقى ايه اللي هيحدد عدد الورق؟ هو غرز الحشو في اي حاجة. ماشي يا عم الارنوب، تمام؟ اي غرزة، اي بتلة، اي وردة اللي هيتحكم فيها ايه؟ القاعدة، والله حسب ما ايه تقسميها انت، تمام؟ طيب يلا تعالي لي على اول 4 سلاسل، ادخلي او زي ما هنقول اول فراغ، هعمل غرزة حشو سلسلة. يبقى انا في اول فراغ عملت غرزة حشو سلسلة، اول حاجة عملتها غرزة حشو ايه؟ سلسلة. تعالي في الفراغ برضو نفسه هعمل 4 اعمدة بلف، عمود 2 هنشرحها تاني، 3 4 اعمدة بلف، وبعدين سلسلة في نفس المكان اللي انا فيها هعمل ايه؟ غرزة حشو. وده كده اول ايه؟ بتلة. يبقى حشو سلسلة 4 اعمدة، وبعدين سلسلة حشو بتعكسي، تمام. يلا الورقة اللي بعدها غرزة حشو بالراحة خالص، سلسلة، وبعدين 4 اعمدة. 1 حبيبتي احلى من نوعات عرقية، 2 يلا يا جماعة، ها 3 4 سلسلة، انزلي لنفس المكان اعملي له غرزة حشو. يلا اللي بعدها حشو حبيبتي يا وردة الامل يا قمر، سلسلة 4 اعمدة، عمود
اتنين، تلاتة، أربعة. سلسلة في نفس المكان هعمل غرزة حشو. يلا الشغل بتاعنا ما ينسكيش تكبيسك، لو مش بتشتغل وبتشجعيني تكبيسك الحلو يرفع اللايف، لو عايزة تشجعيني وعجبك المحتوى كل المطلوب منك بس شوية تكبيسات حلوة من ايدك الحلوة. يلا ها، يبقى الفراغ اللي هيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو سلسلة، وهبتدي في نفس الفراغ ده اعمل ايه حلوين؟ اربع غرز عمود بلف. تمام، يلا اربعة عمود بلف، ده كده اول عمود بلف. يلا عشان لها كام دور؟ تاني عمود بلف، تالت عمود بلف، رابع عمود بلف. سلسلة في نفس المكان هعمل ايه؟ غرزة حشو. اللي بعدها غرزة حشو سلسلة اربع. ايش تعليكي يا مريم؟ انت يعني اكيد. واحد اتنين تلاتة أربعة. سلسلة في نفس المكان غرزة إيه؟ حشو. ماشي يلا، مين خلص؟ تمام، مين خلص تاني؟ أنت كده عملتي وردة، بس إحنا مش هنكتفي بالوردة دي كده، إحنا هنعمل لها دور كمان. مين خلص؟ ها؟ نخش على الدور اللي بعده يا حلوين؟ يلا قولوا لي خشي على الدور. يا أحلى فلاور، ده كفاية بس وجودك، شجعينا بقى. ماشي، مين تاني خلص؟ ها؟ مين تاني خلص؟ يلا عشان ندخل على الدور اللي بعده. يلا هاجي هنا وهعمل غرزة منزلقة. يبقى على أول حاجة عملت إيه؟ غرزة منزلقة. تمام؟ الغرزة اللي بعدها هنا هعمل غرزة منزلقة، وبعدين هطلع سلسلة، وهاجي اشتغل على اول عمود هيقابلني عمود بلف. وعليكم السلام حبيبتي حبيبتي، هقول لك اهو حاضر. خيط هيمالايا افري دي ابرة اتنين ونص. تمام خلاص كده. طيب وبعدين هشتغل عمود بلفة، وابتدي اشتغل على كل عمود عمودين بلفة، عمود اتنين، اللي بعده عمودين بلفة، تعالي اخر واحد عمود واحد بلفة. يعني انت هنا اشتغلتي في الاول منزلقة، بعدين منزلقة عمود عمودين عمودين عمود. تمام وبعد العمود هعمل سلسلاية، وفي نفس المكان هعمل غرزة ايه؟ منزلقة. في الأول عمود عمودين عمودين عمود، وبعدين سلسلة منزلقة. تمام وبعدين خلاص كده أنا خلصت. هاجي هنا خلصت كده البتلة، هاجي هنا في النص وهفصل ما بينهم بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل البتلة الجديدة، هعمل ايه؟ هاجي هنا اهو في البداية هنا هعمل غرزة منزلقة. يبقى اللي فرق بين البتلة والبتلة ايه؟ منزلقة، بعدين منزلقة سلسلة، في نفس مكان المنزلقة بعمل عمود بلفة، وبعدين هنا عمودين عمود
في نفس المكان، عمودين في نفس المكان. اللي بعده عمودين في نفس المكان. وبعدين هنا آخر حاجة عمود بلفة واحد بس. وبعدين سلسلة هنزل لنفس المكان اللي أنا طالعة منه العمود وهعمل غرزة منزلقة. وبعدين هاجي هنا في النص أهو وهاجي هعمل غرزة منزلقة. تعالي على اللي بعدها واعملي لي غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة منزلقة. ثواني بس. يبقى أنا فصلت بين كل ورقة والتانية بإيه؟ بغرزة منزلقة. فصلت بين كل ورقة والتانية بغرزة إيه؟ منزلقة. يلا الورقة اللي بعدها هاجي هنا أهو وهعمل غرزة منزلقة. هطلع سلسلة في نفس المكان هعمل عمود بلفة. وبعدين على كل واحدة هعمل عمودين. عمود، خليني بس اظبط ايدي. على كل عمود هعمل عمودين، عمود وفي نفس المكان عمود. اللي بعدها عمود، كمان عمود. وبعدين عمود، سلسلة منزلقة. تعالي هنا في النص، في النص وهعمل غرزة منزلقة. شكرا يا أحلى نوجة. جماعة شغلنا ما ينسكيش تكبيسك الحلو، يعني إيه بتشتغل وإيه ده تكبس. خلاص تعالي على الورقة اللي بعدها هتعملي غرزة منزلقة. اطلعي سلسلة في نفس المكان هعمل عمود بلف. وبعدين هشتغل على كل عمود عمودين، عمود اتنين، وبعدين عمودين، عمود وفي نفس المكان عمود. اللي بعده عمود، سلسلة في نفس المكان منزلقة. في النص بقى اهو هنا ما بين كل واحدة والتانية فاصلة بايه؟ بمنزلقة. اللي بعدها هدخل هعمل منزلقة، هطلع. لا مفيش باترون ولا هي كروشيه، سلسلة. وعليكم السلام حبيبتي. وبعدين هعمل عمود، اللي بعدها عمودين، عمود في نفس المكان اتنين، عمودين واحد اتنين، وبعدين عمود، سلسلة نفس المكان هعمل منزلقة. وبعدين جيت للآخر هعمل منزلقة. تمام كده؟
حلو كده، حلوين. ماشي، تعالي بقى، انت حابة كده خلصتيها، تمام. طيب حابة تزودي عليها تعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هرجع اعمل عليها حشو عكسي، فهرتفع سلسلة حبيبتي يا مريومتي، سلسلة، وهرجع لورا لورا وهعمل حشو عكسي لورا. حابة تسيبيها كده براحتك، لورا تعيشي يا قلب دودو، لورا لورا. احلى فولو منك يا احلى مورا، لورا لورا تعيشي يا احلى مورا، تعيشي وتشجعيني، لورا لورا. انا هاجي هنا في النص، بصي بقى هعمل حركة حلوة قوي، بصوا بقى انا هنا جيت للنص، استنوا ما يجي للنص، هسيب الخيط وهاجي اسحبه، انا بقى جاي للنص هنا اهو في النص، هسحب الخيط تمام، وهطلع سلسلة وابتدي ارجع برضو حشو عكسي. هنعيدها تاني، هرجع لورا حشو عكسي حشو عكسي. بصي عملت معايا ازاي، ادتني الدوران الجامد ازاي، نشرحها تاني. هرجع حشو عكسي، تعيشي يا قلب دودو، تعيشي وتشجعيني، تعيشي يا منى حبيبة قلب دودو، تعيشي يا منى وتشجعيني. حشو عكسي حشو عكسي، برجع حشو عكسي، برجع حشو عكسي، حشو عكسي. طيب انا جيت عند النص اهو وعايزه ارجع. طيب احلى صباح عليكي يا احلى ساره حبيبه قلب دودو، تعيشي يا احلى نوجه، تعيشي يا روحي، تعيشي حبيبتي. طيب علشان اوصل بقى للتانية هعمل ايه؟ بصوا هاجي هقوم، شايفه انا هسيب الخيط كده اهو، هاجي عند النص هنا اهو، هنا اهو، وهاجي هسحب الخيط، بصوا كده هسحب الخيط، شكرا يا احلى صار، وهطلع سلسله واحده. بصي بقى انا عملت الدوران ازاي، شايفه الفكره الدوران جه ازاي، تعيشي يا قلب دودو يا احلى موره، نورتيني وشرفتيني. اي الجده وقعت، شفتوا؟ يلا نرجع نشتغل حشو عكسي، هرجع لورا وهبتدي اشتغل حشو عكسي. وعليكم السلام، اهلا اهلا بالحلوين، وعليكم السلام يا ام محمود حبيبتي. طيب هنعمل كذا واحده تانيه دلوقتي، نانا اهلا اهلا يا نانا، تعيشي احلى مورة، هنعمل كذا واحدة دلوقتي، خلاص هعمل لكم كذا وردة دلوقتي. انا بفتح لايف يا جماعة الساعة 1:30 بامر الله، تمام. فهرجع لورا لورا، وعليكم السلام حبيبتي، تعيشي يا روح لورا، وهعمل غرز حشو عكسي حشو عكسي على الورقة كلها، حشو عكسي حشو عكسي حبيبتي احلى سارة، حشو عكسي. يلا عشان اعمل لكم الورقة الكبيرة دي، الوردة الكبيرة دي، حشو عكسي حشو عكسي حشو عكسي، شكرا يا احلى منى. طيب انا جيت للنص، هعمل ايه في النص يا جماعة؟ ها هعمل ايه؟ هاجي اسيب
خيطي كده، وهاجي هنا في النص، في النص اهو، وهسحب الخيط واطلع سلسلايه، وارجع اشتغل الحشو العكسي لورا اهو. تحبوا نعيدها تاني يا جماعه ولا نشتغل اللي بعدها؟ حد حبيبنا نشتغلها تاني؟ شكرا يا احلى منى، تعيشي وتشاركي اللايف، ما تحرمش من وجودك حبيبتي. ها حد من اللي اشتغلها معانا عايزينها نعيدها تاني؟ هرجع لورا. شكرا يا احلى ورده، تعيشي وتهادي، نشتغل اللي بعدها. اوكي يا مريومتي، طيب ماشي اللي بعدها. تمام، صباح الفل عليكي يا وردتي، نشتغل اللي بعدها. تمام، طيب بصي يا مريوم، احنا كده كده محتاجين ان احنا نعيدها من الاول تاني. خلاص نعيدها من الاول تاني. طب تكبيسات كل حلوه، اللي عايزني اعيدها تكبيسات كل حلوه ارفع اللايف، يعني انا من اول ما قعدت شوفوا كام تكبيسه. حاضر، طيب تكبيساتك الحلوه يلا. ها شكرا ليكي يا احلى ورده، مش مطلوب منك غير تكبيسك بس، يعني صباعك بس. شكرا ليكي يا احلى منى. هاجي هنا في النص هسيب دي، وهاجي هسحب الخيط اهو، عند النص اهو هسحبها، شكرا ليكي يا احلى منى حبيبتي. برفع الخيط كده، باجي هنا في النص. يلا يا جماعه اللي عايزني اعيد له الورده دي من الاول، تكبيستك الحلوه كده ترفع اللايف يلا. ها مين عايزني اعيدها له؟ مساء الفل، الحمد لله يا روحي بخير، طول ما انتوا كلكم بخير انا بخير يا حبايبي. هطلع سلسلايه وهبتدي ارجع حشو عكسي، حشو عكسي. حشو عكسي، ها يلا مين اللي عايز نقعدها له؟ يلا تكبيساتكم الحلوه، لو عايزين نقعد لكم الورده دي من الاول. تعيشي يا احلى منى، تعيشي وتشجعيني يا روحي، تعيشي. شكرا استاذ ابو ادم، اهلا اهلا بحضرتك، تعيش وتشجعنا، تعيش تعيش. مساء الفل على حضرتك، مساء الورد، شايف الورد اهو على حضرتك، احلى ورد. احنا النهاردة بنشرح الورد. هرجع لورا. يلا حلوين، هو بس النور اتطفى بس عادي ولا يهمنا. شكرا الشفق الاحمر، يلا ها. يلا يا جماعة عشان اللي عايزني اعيدها له هعيد اهو، بس تكبيساتكم الحلو. يلا ها هاجي هنا وهعمل غرزة منزلقة، انا خلصتها. يلا تكبيساتكم بقى الحلوة عشان نعمل من الاول والجديد. يلا حلوين، نعيد من الاول تاني، نعيدها لكم تاني. احلى رانيا حبيبه قلبي،
يلا حلوين نعيد من الاول تاني. ها هقص انا دي. يلا حلوين يلا مراجع عملي. يلا ها مراجع عملي. بس اول حاجة هننضف دي. يلا ها انا هعيدها لكم من الاول وجديد. يلا تكبسكوا بقى الحلو. الله عليك يا سراب صح. يلا تكبسكوا بقى الحلوة ترفعوا اللايف علشان نعيدها من الاول وجديد لاجل العيون اللي لسه داخلين. يلا ها المفروض ان انا هشرح واحدة جديدة بس لاجل عيونكم هعمل لكم من الاول تاني. طيب هتفيديني بايه؟ هترفعي بس اللايف. يلا حلوين قبل ما اخلص لازم انظف الخيط واعمل ايه؟ اامن الخيط. يعني ايه؟ ابقى واخده بالي ان ما ينفعش يتفك مني. بصوا اامنه، احاول ان انا انظفه كذا مره اهو. يلا حلوين كمان مرة أنظف. وأقصقص عشان ما نتعبش. إيه رأيكم؟ والله هنشتغلها تاني. انا المفروض ان انا اعمل لكم 3 النهارده، المفروض ان انا اعمل 3. يلا هشتغل دي بقى على السريع لان فيها تركايه كده ممكن اكون ناسيها. يلا هشتغلها تاني. تعيشي يا روحي، تعيشي يا احلى سراب بس عشان اللي ناسي. يلا ها هعيدها لكم تاني اهو على السريع على السريع عشان لو في حاجه انا ناسياها هعيدها. يلا يلا عشان الحق اعمل لكم التحفه دي. يلا تكبسكوا بقى الحلو. مش هقول لكم بقى شركم وايه وحلوياتكم. هلف على صباعي 1 2 3 4 5 وهصغرها شوي. تمام يلا عشان اذا كنا ايه هنحفظها. تمام يلا 5 لفات واشتغلي فيها 15 غرزة حشو. هنشتغل فيها ايه؟ 15 غرزة حشو. ولحظة بس معلش يا حلوين. هبدأها تاني يا جماعة، هبدأها تاني. يلا يا بيري هبدأها تاني اهو من الاول وجديد تاني. يلا ها بصوا لفة. هبتدي الوردة دي تاني، هبتدي الوردة تاني لاجل عيونكم. يلا يا حلوين بنحط هدف كده حلو كده ايه. فهشتغل لفة 2 3 4 5 5 وهاجي من تحت هنا اهو وهدخل وهسحب وهعمل 15 غرزة حشو. طيب انت لو عايزة تكبري البتلات دي هتعمليها ايه؟ 6 يبقى هتعملي 18. تمام يلا اهو. يلا يا سراب فهقول 1 2 انا هعملها 15 3 4 5 6 7 8 9 هعملها بقى على السريع 10 11 12 13 14. ووظفيهم بقى 14 15. يعني حاولي تخلي 15 على قد خيطك.
خلاص يلا. وبعدين هاجي هنا عند اول غرزه وهعمل غرزه منزلقه، وبعدين هعمل سلسله. الله على التكبيسات الحلوه، الله الله عليكم. واحد اتنين تلاته اربعه، شكرا حبايبي. وبعدين اسيب واحد اتنين في التالته، هعمل غرزه منزلقه. تسلم صوابعكم. واحد اتنين تلاته اربعه، هقول واحد اتنين في التالته، هعمل غرزه منزلقه. يلا انا بعدها لكم تاني من الاول لاجل عيونكم. يلا واحد اتنين تلاته اربعه، هقول واحد اتنين في التالته، هاجي هعمل غرزه منزلقه. واحد اتنين تلاته اربعه، يلا عشان اللي عملها يحفظها. واحد اتنين في التالته، هعمل غرزه منزلقه. واحد اتنين تلاته اربعه، واحد اتنين في التالته، هعمل غرزه منزلقه. بقى عندي كام واحده، كام بتله، كام؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. يبقى اللي اتحكم فيهم ايه؟ غرزه الحشو. يعني انت لو عايزه تكبري الخمسه دول تخليهم سته، تخليهم سبعه، اتحكمي من تحت في تلاته. خلاص زودي تلاته، يعني بدل الخمستاشر تمنتاشر، بدل التمنتاشر واحد وعشرين، وهكذا. شكرا يا احلى منى. وبعدين هاجي عند الفراغ ده وهعمل غرزه حشو، تمام، وسلسله. وبعدين هاجي هنا هعمل اربع اعمده، واحد اتنين تلاته، ايوه خمسه اربعه. وبعدين سلسله في نفس المكان غرزه حشو. اللي بعدها هدخل في الفراغ هعمل غرزة حشو سلسلة، وفيه هعمل اربع اعمدة، عمود اتنين تلاتة اربعة. وبعدين سلسلة في نفس المكان غرزة حشو. يلا اللي بعدها غرزة حشو سلسلة، اربع اعمدة، واحد اتنين تلاتة، شكرا حبيبتي تعيشي وتشاركي اللايف، اربعة. وبعدين سلسلة هنزل اعمل غرزة حشو، اللي بعدها غرزة حشو سلسلة، هعمل اربع اعمدة. طبعا انا لسه شغلها، فعشان كده انا بشتغلها بسرعة عشان اعمل لكم واحدة جديدة. اتنين تلاتة أربعة، سلسلة هنزل لنفس المكان وهعمل غرزة حشو. اللي بعدها سلسلة في نفس المكان هنعمل أربع أعمدة، عمود اتنين تلاتة أربعة. تعيشي حبيبة قلبي تعيشي، مستنياك أهو. سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. يلا انا مستنيكم كلكم اهو. انت ممكن تكتفي بيها كده. شفت بقى فايده الكروشيه الايرلندي؟ مستنيكم كلكم اهو. شكرا يا احلى فاطمه تعيشي، وانا كمان بحبك يا فطومه. احلى فاطمه دي ولا ايه؟ تعيشي يا روح قلبي تعيشي وتهادي، تعيشي احلى فاطمه. وعليكم السلام. بمكان الأعمدة، يعني إيه بمكان الأعمدة؟ وعليكم السلام يا أحلى طمطومة ياد النور، يعني إيه مكان الأعمدة؟ أنا حشو سلسلة أربع أعمدة. وعليكم السلام يا أم حسين، يا أم هشام، هشام. خلاص يا حلوين؟ ها؟ يلا عشان عايزة أشتغل معاكم. تعيشي يا قلبي دودو، تعيشي يا روحي تعيشي. أستاذتي ليلى، وأنا كمان يا أستاذتي. تعيشي يا أحلى لولا يا قمرة، تعيشي يا لولو. أستاذة ليلى، خلاص فوقنا بقى ولا لسه؟ يلا بقى. شفتي بقى أستاذة ليلى؟ شفتي؟ شفتي الجدة العجوزة أم دبابيس؟ استنى نفرجها الأستاذة ليلى عشان هتعمل عننا كده موضوع حلو في الإذاعة. شايفة؟ بصي بشكشكة، بصوا
انا هقعد اشكشك فيها لغايه ما يبقى لها اصحاب. تعيشي احلى فاطمه، تعيشي تعيشي يا ام هشام. كم سلسله فين؟ هي حشو سلسله اعمده. ايه رايكم في العجوزه اللي عايزها يا جماعه؟ في اللينك في البايو هتلاقي عاملاها هناك لو عايزينها. خلاص كده يا جماعه، ها خلاص. حاضر يا روحي، حاضر يا انتيا، تعيشي يا احلى طمطم تعيشي. لا ما تصعبش عليكي، هقول لك ليه. عشان هي عذبتني في شغلها، يعني هي خدت وقت كتير قوي في شغلها فعذبتني، لازم نعمل فيها كده عادي. تعيشي يا روحي. طيب السلاسل اللي اشتغلنا عليها الاعمده، احنا ما اشتغلناش على اربعه، اربعه يا جماعه، أربعة 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 أربع سلاسل. بصوا يا جماعة، إحنا عملنا شوية خمس لفات خلاص. أيوة هي دي يا سراب، خمس لفات، وبعدين عملنا 15 غرزة حشو. مساء الفل عليك يا حبيبة قلبي، تعيشوا خلاص. وبعدين عملت 15 غرزة حشو، قفلت منزلقة، طلعت أربع سلاسل منزلقة، أربع سلاسل منزلقة. يا أهلا وسهلا حبيبتي، ماشي يا روحي، ماشي يا أنتي، خلاص اربع سلاسل. معلش ما كنتش فاهماكي. وبعدين قفلت منزلقه، عملت حشو سلسله، اربع اعمده سلسله حشو، حشو سلسله، اربع اعمده سلسله حشو. تمام كده خلصت اهو، ممكن تكتفي بها كده، لكن انا هعمل لها دور تاني. حبيبه قلبي احلى فاطمه يا قمره، يا مرحب بيكي يا قلبي. يلا يا جماعه هعمل دور تاني، فهاجي هنا في الاول. خلصت يا ياسمين؟ خلاص خلصتي؟ ها الحلوين اللي بيشتغلوا معايا خلصتهم؟ ها انا بعمل اعاده، اعاده لاجل عيونكم. شكرا يا احلى انتي يا قمره، تعيشي وتشاركي اللايف، تعيشي يا روحي. يلا يا حلوين، ها طيب يلا هاجي هنا، هنا عند اول مكان هيقابلني هنا، وهعمل غرزه منزلقه. تعالي هنا عند اول عمود كده هيقابلني، وهعمل غرزه كمان منزلقه. شاطره برافو عليكي، تعيشي يا احلى انت يا قمر. منزلقه وبعدين سلسله، وفي نفس المكان عملنا عمود واحد، عمود واحد. ده المطلوب يا سراب، ان انت تبقي طالعه حافظاها، عشان لو ما شفتنيش تبقي انت عارفه بتشتغليها ازاي. بس خليني ادخل على راس العمود، حلو على راس العمود. عملت منزلقه سلسله، شكرا يا نوجه، في نفس المكان. تعالي هنا بقى هشتغل هنا عمودين، اللي بعدها عمودين، وبعدين هاجي هنا هعمل عمود واحد سلسلة، في نفس المكان هعمل ايه؟ ها غرزة منزلقة. تعيشي احلى سراب، تعيشي يا روحي. خلاص هاجي هنا في النص ما بين كل واحدة والتانية، وهعمل غرزة منزلقة. وبعدين اللي بعدها هاجي على اللي بعدها، وهاجي على راس العمود، وهعمل غرزة منزلقة سلسلة، وبعدين في نفس المكان عمود، وبعدين اللي بعده هعمل عمودين، عمود اتنين، اللي بعده هعمل عمودين،
عمود، سلسلة نفس المكان هعمل منزلقة، في النص هاجي هعمل منزلقة، على رأس العمود منزلقة، سلسلة عمود. شكرا يا أحلى أنتي يا أمرة، تعيشي وتشارك اللايف يا روحي. وبعدين عمودين، حد احفظها يا جماعة، اللي بعدها عمودين، وبعدين عمود، سلسلة في نفس المكان منزلقة. تعيشي يا قلب دودو، تعيشي تعيشي أحلى أنتي يا أمرة. هاجي هنا في النص وهعمل غرزة منزلقة، اللي بعدها على رأس العمود وهعمل منزلقة، سلسلة في نفس المكان هعمل عمود، وبعدين عمودين، عمود اتنين في نفس المكان، وبعدين عمودين. يلا عشان هنشرح وردة جديدة، استعدوا للوردة الجديدة. عمودين اهو خلاص، وبعدين عمود، سلسلة في نفس المكان منزلقة. في حد معرفش الحشو العكسي يا جماعة؟ في النص منزلقة، واللي بعدها منزلقة. في حد معرفش الحشو العكسي؟ سلسلة في نفس المكان هعمل عمود، وبعدين عمودين. يا لولو، هعمل لكم الورش دي وبحطها لكم هناك. التالت حشو، السطر التالت، حشو سلسلة وبعدين عمود منزلقة، قصدي حشو ايه، نفس الاسم صح يا انت يا قمر. وبعدين عمودين، زوزو حبيبة قلبي، وبعدين عمود. شكرا ليكي يا احلى وردة، تعيشي وتهادي. وبعدين هاجي هعمل سلسلة، تعيشي يا احلى زوزو، منوراني يا احلى قمر، يا احلى فنانة. وبعدين هاجي في النص وهعمل غرزة منزلقة. انا كده خلصت، انا ممكن اكتفي بها كده، كفاية مفيش اي مشكلة خالص عندي، تمام. طيب وممكن اعمل عليها ايه؟ غرزة الحشو العكسي، هتديكي منظر حلو، وكمان هتخلي الشغل بتاعك مفروض كده، شايفة؟ فزي ما تحبي، حابة تسيبيها كده تمام، حابة تعملي غرزة الحشو العكسي اعملي، بس انا هعمل غرزة الحشو العكسي. يلا حلوين، مين خلص؟ ها مين خلص؟ طيب غرزة الحشو العكسي، يلا عشان اعمل معاكم التحفة دي. التحفة دي سهلة جدا، خلي دي. طب نخلص ونشوف هنعمل ايه معاكم. خلاص يلا، الحشو العكسي ماشي. شكرا ليكي يا بنت خالة، اسمها ايه؟ اسمها ايه يا ياسو؟ بنت خالتك القمر دي اسمها ايه؟ طيب الحشو العكسي، هطلع سلسلة وبرجع لورا. يا لولو، خد صوف، لان هنعمل ان شاء الله جاكيت بالصوف ان شاء الله، تابعوني علشان هعمل معاكو جاكيت كروشيه ايرلندي بالصوف معاكو. فريدة، فيري يا قلبي دودو، ما تحرمش منك ومن صوابعك يا احلى فريدة. شكرا يا فيري يا قمرة. بطلع سلسلة وبرجع لورا، اشتغل غرزة الحشو العكسي، بصوا لورا اهي، وبدخل اعمل غرزة حشو على كل غرزة اهي. بقى معايا حلقتين،
ايوه احلى فري، بنت خالتها القمره، بنت خالة ياسمين فريده القمره، احلى فريده دي ولا ايه؟ خلاص وبرجع لورا. الخيط نوعه هيمالايا افريدي يا روحي، لورا اهو، واشتغل على كل غرزه غرزه حشو عكسي، يعني برجع لورا. بصوا اهي اهي، لورا 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 لورا، على كل غرزة اهي لورا لورا. طيب انا جيت للنص بقى يا حلوين، هعمل ايه في النص؟ هرفع دي كده وهاجي هنا في النص، في النص، وهسحبها. بصوا هسحب الخيط، ادتني شايفين عاملة ازاي؟ كأنها ورقة منفصلة خالص. وبعدين هطلع سلسلاية واحدة، شفت حتى الورقة اتفردت ازاي؟ شوفوا بدل ما كانت نايمة كده فردت ازاي؟ فدي فكرة حتى الحشو العكسي. ايه رأيكم حبيبتي يا احلى زوزو يا قمرة؟ هاجي هرجع لورا اهي، بصوا الغرزة الابرة بتعمل ازاي، لورا، وهبتدي اشتغل حشو عكسي، لورا حشو عكسي. تعيشي يا قلب دودو يا احلى سراب، لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي. تقل انتوا حفظتوا الوردة النهاردة، يلا عشان ناخد ورقة وردة جديدة. لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي. هاجي عند النص عشان يبقى انا فصلت بين كل واحدة والتاني. بونجور عليكي يا قمرة، يد النور بالقمر. هعمل ايه؟ هاجي هنا في النص، في النص اهو، وهسحب دي في النص، هسحب الخيط كده. انا عايزه اروح اعمل الورقه الثانيه واطلع سلسلايه واحده، وهشتغل حشو عكسي. يلا على كل واحده حشو عكسي. وعليكم السلام، اهلا اهلا بالقمر يد النور، شكرا ليكي احلى اسراء، وانا كمان بحبك، شكرا حبيبتي. وهرجع لورا حشو عكسي. يلا يا سوسو لو انت لسه داخله جديد، يلا علشان هنعمل دي او دي، هنعمل ورده جديده. هرجع لورا حشو عكسي، حبيبتي يا احلى اسراء منوراني يا قمره. هرجع لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي، لورا حشو عكسي. خلاص طيب، لغاية ما اوصل عند النص، وهاجي هسحب الخيط كده. حبيبة قلبي دودو والله احلى اسراء، وهطلع سلسلة ارتفاع، وهبتدي ارجع لورا على الورقة دي، وهشتغل حشو عكسي على كل راس عمود حشو عكسي. بصي شايفة ازاي؟ شايفة الابرة عليها الغرزة اهي، بصي بتعمل ازاي، بترجع لورا، بصي اهي لورا. انت لو عايزة تزيني بيها اي حاجة، كم بلوزة شرب، اعملي غرزة الحشو العكسية دي جميلة جدا. بصي اهي اهي، ارجعي بالابرة لورا لورا اهو اهي لورا. يلا حلوين عشان ندخل على واحدة جديدة، هسيب دي كده وهاجي هنا وهسحب الخيط
هطلع سلسلاية. يلا انا اخر واحدة اهي، هطلع سلسلاية واحدة بس وابتدي اشتغل حشو عكسي. برجع بالابرة لورا 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 لورا، كده خلصت. هاجي هنا للنص وهسحب واقفل بغرزة واحدة بس تأمين، وهقص خيط. وقبل ما اخلص لازم أأمن وانضف الايه الخيط ده. أأمنه ازاي؟ يعني اخليه ابقى واثقة انه ما ينفعش يتفك مني ابدا. بصوا اهو كذا مرة كذا مرة، انا هدخل مثلا كده واعمل عقدة كذا مرة. يلا حلوين، بنعمل ايه؟ بنعمل ورقة وردة كروشيه ايرلندي حلوة زيك يا احلى ما هي.